مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في نشرة اخبار العالم تاتيكم من مركز الاتحاد للاخبار. البداية بابرز العناوين. رئيس الدولة ونائبا يهنئون رئيس نيبال بذكرى يوم الدستور. مقتل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت، والأمم المتحدة تحذر من الخطر المحدق بلبنان. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة رام شاندرا بوديل رئيس نيبال بمناسبة ذكرى يوم الدستور. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس رام شاندرا بوديل. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كيبي شارما أولي رئيس مجلس وزراء نيبال. يحتفل العالم اليوم باليوم الدولي للسلام، وينظر إلى دولة الإمارات كنموذج متميز في تحقيق قيم السلام والأمن والتعايش، حيث تقدمت الدولة 31 مركزا على مؤشر السلام العالمي. وتواصل الإمارات انتهاج دبلوماسية السلام وتوظيف إمكاناتها في تقريب وجهات النظر وتخفيف حدة الصراعات التي يشهدها العالم. 21 من سبتمبر يوم يذكر العالم بأنه حان وقت السلام ووقف أصوات النار والحروب. اليوم الدولي للسلام مناسبة تؤكد فيها دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ قولا وفعلا بتعزيز قيم السلام والتعايش السلمي، وعملت على تعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال دورها كعضو غير دائم في مجلس الأمن في عامي 2022-2023. على مدار سنوات لعبت الإمارات دورا محوريا في حل النزاعات الإقليمية والدولية من خلال الوساطة والدبلوماسية الهادئة بالإضافة إلى الشق الإنساني، وأهمه ما تقدمه الإمارات من دعم كبير للشعب الفلسطيني خاصة في أعقاب الحرب على غزة من خلال عملية الفارس الشهم 3 والتي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله. مبادئ 50 في دولة الإمارات تضمنت الدعوة للسلام والاستقرار، حيث دعا المبدأ 10 للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات، وهو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي. وتعزيزاً لمبادئها الإنسانية، تواصل الإمارات دعم قيم التسامح من خلال استضافة مؤتمرات مثل منتدى السلم منذ عام 2014، وفي عام 2019 أطلقت الإمارات عام التسامح والذي شهد أكثر من 1000 مبادرة محلية ودولية لتعزيز التعايش بين الأديان والثقافات. ومع رؤية الإمارات 2071 تستمر الدولة في مسيرتها نحو بناء مجتمع عالمي يسوده السلام والتنمية المستدامة. في تطورات الأوضاع الميدانية في لبنان، أعلن وزير الصحة اللبناني مقتل 31 شخصا على الأقل، منهم 3 أطفال و7 نساء في الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الجمعة. هذا وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت إصابة 66 شخصا بينهم 9 حالتهم حرجة، فيما تعمل فرق الإنقاذ على رفع الأنقاض من مكان الغارة الإسرائيلية، وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً في المكان.
وللمزيد من التفاصيل مشاهدينا تنضم إلينا مراسلتنا من لبنان غيدة جبيلي. غيدة مساء الخير، وفي البداية ما هي أبرز التطورات الميدانية والسياسية؟ نعم محمد، وزير الصحة فراس الأبيض كان قد أعلن عن حصيلة القتلى الذين سقطوا خلال الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا الاستهداف كان في الطابق الثاني لاجتماع وطال اجتماع لقادة حزب الله. قتلت إسرائيل، تمكنت من قتل قائد القوات العمليات الأساسية لحزب الله إبراهيم عقيل، وهناك عدد كبير من العسكريين بحسب حزب الله، نعى حوالي 16 شخصا. ولكن الوزير الصحة فراس الأبيض أشار إلى أن الحصيلة النهائية منذ نهار الثلاثاء للعسكريين والمدنيين وصلت إلى 70 شخصا. نحن نتحدث عن اليوم الأول لتفجيرات البيجر نهار الثلاثاء ونهار الأربعاء لتفجيرات التي طالت الأجهزة اللاسلكية التابعة لعناصر حزب الله، وأيضا النهار الجمعة في الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية. هذا كل هذه التطورات استدعت اجتماعا طارئا في وزارة الداخلية، كان قد ترأسه وزير الداخلية بسام مولوي، وكان قد حذر بعد هذا الاجتماع وقال بأن الوضع إن كان في الجنوب أو في كل لبنان هو دقيق وخطير جدا، وقال بأننا نمر بمرحلة مصيرية. هو كان قد أعلن عن تكثيف العمليات الأمنية على الأرض، وسيكون هناك متابعة لتحرك اليوم الأجانب إن كان في الفنادق أو حتى في المخيمات لمنع أي فلتان أمني على الأرض، وإن كان أيضا لتفادي أي اختراق أمني وفني وتقني قد يحصل في الأيام المقبلة. نعم غيدة، بعد هذه التطورات المتلاحقة وهذه العمليات التي حدثت في لبنان كما ذكرت، ماذا عن ردود الأفعال الشعبية وكذلك الرسمية على هذه التطورات المستمرة؟ طبعا الشعب اللبناني اليوم متعب، يعني أسبوع حافل بالتطورات العسكرية. جنوب لبنان لا يهدأ في هذه الأثناء، أيضا هناك غارة، تصعيد متواصل على الحدود اللبنانية. كل هذه التطورات تشعر اللبنانيين بالخوف والقلق مما ستحمله التطورات في الأيام المقبلة. كنا قد استمعنا بالأمس أيضا لتصريح وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب في مجلس الأمن المنعقد الذي انعقد في نيويورك، كان قد حذر أيضا من ارتفاع منسوب التوتر، وأيضا حذر من حرب إقليمية تطال الشرق الأوسط بطبيعة الحال، وأشار إلى أن كل هذه العمليات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية هي انتهاك للقانون الدولي وتحديدا لـ1701. يعني الشعب اللبناني ينتظر ويترقب التطورات الميدانية بالتحديد. نعم غيدة جبيلي مراسلة قنوات أبوظبي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. نبقى في لبنان، ومن حيث انتهت غيدة، حيث حذر وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب مجلس الأمن الدولي في نيويورك من انفجار كبير، وقال إن على هذا المجلس أن يجبر إسرائيل على وقف عدوانها أو سنبقى شهودا صامتين على الانفجار الكبير الذي يلوح في الأفق. وأضاف أنه عندما ترتكب إسرائيل مثل هذه الأفعال فلا تحدث سوى تعبيرات خجولة عن الأسف. هذا وحذرت الأمانة العامة للأمم المتحدة من الخطر الذي يهدد أمن واستقرار لبنان والمنطقة ككل، ودعت الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. جاء ذلك بعد الاجتماع العاجل الذي عقده مجلس الأمن الدولي استجابة لطلب من الجزائر. وفي جلسة الاستماع أبلغت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية أعضاء المجلس بأن الخطر المحدق في لبنان والمنطقة لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا أو خطورة عما هو عليه حاليا. عبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن قلقه من التصعيد بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية في مكالمته الهاتفية السادسة مع نظيره الإسرائيلي في أقل من أسبوع،
وركز أوستن على الحل الدبلوماسي عقب إشارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت إلى بداية مرحلة جديدة من الحرب. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن أوستن أكد لجالانت قلقه تجاه التصعيد الحالي بين الجانبين. وقال البنتاغون إن الوزير عاد التأكيد بقوة على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي يمكن السكان من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود. قالت شركة أيكوم اليابانية إنه في ضوء المعلومات المتعددة التي تم الكشف عنها فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية في أن تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من إنتاجها، وكانت ملصقات مكتوب عليها أيكوم وصنع في اليابان قد ظهرت في صور لأجهزة الوكي توكي التي تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية والتي انفجرت يوم الأربعاء الماضي. إلى الضفة الغربية، حيث وصف ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة الفيديو الذي يكشف عن قيام جنود إسرائيليين بإلقاء جثث لضحايا فلسطينيين من فوق أحد الأسطح في الضفة الغربية المحتلة بالبشع وغير الإنساني، ودعا إلى ضرورة التحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددا على أن يكونه أي تحقيق يتم إجراؤه بهذا الشأن شفافا، معربا عن قلقه البالغ بشأن الوضع المتدهور في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة. أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن 13 شخصاً قتلوا اليوم جراء غارة إسرائيلية في استهدفت مدرسة تؤوي نازحين جنوب مدينة غزة. وأضافت الوكالة أن عدداً آخر من الأشخاص أصيبوا في غارة منفصلة استهدفت مدرسة في الحي نفسه. هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى منذ بداية الحرب إلى 41,391 فلسطينياً على الأقل، وإصابة 95,760 آخرين منذ 7 أكتوبر. في غزة أيضا تستمر معاناة النازحين وخاصة الأطفال والنساء، ويحاول بعض الفنانين التخفيف من الضغط النفسي لدى الأطفال عبر أعمالهم الفنية. نذهب في هذا التقرير مع الزميل وليد عبد الرحمن إلى أحد مخيمات النزوح في خان يونس. من بين الخيام ومن تحت القصف المدوي ومن رحم المعاناة تخرج الألحان بالرغم من الأحداث المأساوية، معزوفات تملأها ملامح الصبر والصمود، يروحون عن أنفسهم ويزيحون عنها غبار الصراع البائس والقتال، ويعيدون أيامهم الجميلة المسروقة. أطفال تحت احنا مش خايفين، الشمس رح تطلع العدل حتزين. ينجحون بالعزف على آلاتهم بلمساتهم الإبداعية وبحسهم الفني المغموس بالألم، لفتوا الانتباه في مخيمات النزوح وجسدوا معاناة وألم شعبهم الفلسطيني، مؤكدين حقيقة واحدة أن غزة المجروحة ما زالت تلد الإبداع رغم المعاناة. قرار أنه أنا لازم أشتغل مع الأطفال عشان أنا أطلعهم من الحالة اللي أنا حسيت فيها بطريق الموسيقى، بسموه ميوزيك ثيرابي اللي هو معالجة بالموسيقى، أشغله في الموسيقى عشان ينسى الدمار اللي حوله. هذه هي الفكرة. كما كل سكان غزة يريدون الأمن والسلام ويبغضون الحروب والآلام، هنا تنسجم أنغام الآلات مع واقع النزوح ومع عروبة المكان، ولكن بأجواء من الوجع والألم والحسرة يعزفون الألحان بأوتار أمل فلسطيني بحب الحياة، غير أبيهين بقسوة الصراع الذي هدم لذة الحياة. نغير من نفسيتنا ونغير أجواء الحرب ونبعد مشتتات الحرب وأجواءها عنا. من حقي أن أعيش، من حقي أن أتعلم. أنا اليوم باجي على الموسيقى عشان أرفه عن حالي، نشيل من حالة الحرب اللي إحنا عايشين فيها. حقنا نعيش حياة طبيعية وما نخافش من الحرب ولا نعيش طائرات الزنانة والرعب.
هنا يعيدون إنتاج المشهد الغزي بالموسيقى، معزوفات تقاتل تحت القصف لتنال حقها في التحليق، فن يفضح حصار الأمكنة ليعلن شهادته عن أناس يقاتلون ليحصلوا على أي شيء حتى ولو من بين الخيام. لقنوات أبو ظبي، وليد عبد الرحمن، غزة. نشرة أخبار العالم متواصلة، وفيها بعد فاصل قصير: أوكرانيا تعلن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بقصف روسي، وموسكو تعلن إسقاط 100 مسيرة أوكرانية. أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار العالم، ونستعرض الآن آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية والمستجدات الميدانية والدبلوماسية. أكد الرئيس الأوكراني أنه لم يحصل بعد على ضوء أخضر من واشنطن ولندن لاستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا خشية تصعيد الوضع. وقال فلاديمير زيلينسكي أن أمريكا والمملكة المتحدة لم تمنحا الإذن لبلاده لاستخدام هذه الأسلحة على الأراضي الروسية، وبالتالي لن تقدم كييف على ذلك، معربا عن اعتقاده بأنهما تخشيان التصعيد. ووقع زيلينسكي مشروع قانون مرره البرلمان يقضي بزيادة مخصصات الجيش ودعمه في خوض القتال ضد الهجوم الروسي، ويزيد القانون الجديد الإنفاق العسكري بواقع 12 مليار دولار، وسيتم تمويل هذه الزيادة بقروض وضرائب وزيادة في الرسوم على التبغ والوقود. ميدانيا، وفي جنوب أوكرانيا أدت ضربات صاروخية روسية متجددة على مدينة كريفيريا الليلة الماضية إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل، وأوضح حاكم المدينة أن ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح متوسطة، وأن مبنيين دمرا وتضرر 20 مبنى آخر، وأكد استمرار البحث عن ناجين. هذا وقال رئيس بلدية خاركيف إن القوات الروسية نفذت 3 ضربات أمس على المدينة، وأضاف أن الضربات استهدفت 3 مناطق وأدت إلى إصابة 14 شخصاً بينهم 3 أطفال، وأن 8 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى. وأسقطت روسيا 10 الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق أراضيها خلال الليل من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وتفصيلاً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 53 منها فوق منطقة بريانسك، وسقطت 18 مسيرة فوق مدينة كراسنودار، وتم إجلاء السكان، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. إلى السباق الانتخابي الأمريكي، حيث قالت كاملا هاريس المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة إنها ستسعى لإجراء مناظرة ثانية مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب. وجاءت تصريحات هاريس أمام تجمع حاشد لنحو 600 شخص في مركز كوب إنرجي للفنون المسرحية في ولاية جورجيا، علما أن مناظرة وحيدة جمعت بين المرشحين يوم 10 من شهر سبتمبر الجاري. هذا وأنفقت حملة هاريس الانتخابية ما يقرب من 3 أضعاف ما أنفقته حملة منافسها دونالد ترامب في شهر أغسطس. وتدخل الحملتان المرحلة النهائية من السباق الذي يشهد تنافسا شديدا للغاية قبل الانتخابات المقررة في 5 من نوفمبر القادم. وفي وقت سابق كشفت هاريس للجنة الانتخابية الاتحادية عن إنفاق قدره 174 مليون دولار الشهر الماضي، وأعلنت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب بشكل منفصل عن إنفاق 61 مليون دولار.
نبقى في الولايات المتحدة، فقد كشف جهاز الخدمة السرية الأمريكي تفاصيل عن الثغرات في الاتصالات بشأن محاولة اغتيال المرشح الرئاسي دونالد ترامب. وقال القائم بأعمال مدير جهاز الخدمة السرية إن المراجعة حددت بعض أوجه القصور، بينما كان بعض أعضاء الفريق المتقدم مجتهدين للغاية، وكان هناك تهاون من جانب آخرين ما أدى إلى انتهاك البروتوكولات الأمنية، مضيفا أن عملية المراجعة تنتقل إلى مرحلة المساءلة. وإلى أخبار الطقس، حيث فقد 3 أشخاص على الأقل بعد هطول أمطار غير مسبوقة في محافظة إيشيكاوا، والتي ضربها زلزال بقوة 7.6 على مقياس ريختر مطلع العام الجاري، ما دفع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى إصدار تحذير طارئ من هطول أمطار غزيرة في المنطقة. وسجلت منطقة واجيما صباح اليوم هطول أكثر من 120 ملليمترا من الأمطار في الساعة، وقالت السلطات المحلية إن 3 أشخاص فقدوا بعد أن جرفتهم الأنهار. وفي الأخبار الاقتصادية، تضاعف عدد التراخيص التجارية في الإمارات منذ إصدار قانون الشركات الجديد، ووصل إلى مستوى قياسي بحسب وزارة الاقتصاد. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. مليون ترخيص تجاري هو المستوى القياسي الذي وصلت إليه عدد التراخيص التجارية في الدولة، وبحسب وزير الاقتصاد الإماراتي معالي عبد الله بن طوق المري، فقد عملت الجهود الوطنية بصورة متواصلة على تنويع الاقتصاد الوطني ودعم التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، ليستحوذ اليوم القطاع غير النفطي للدولة على نحو 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجسد حجم التقدم في مسار التنوع الاقتصادي. وقال بن طوق على هامش منتدى الشارقة للاستثمار إن متوسط معدل نمو الاقتصاد الإماراتي بلغ 5%، كما نما أيضا بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا بنسبة 4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من هذا العام. تأتي هذه النتيجة بعد معدلات نمو ملحوظة بلغت 6.2% في عام 2023 و 7.1% في عام 2022 و6.5% في عام 2021. وتواصل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تسجيل إنجازات جديدة عاما بعد عام، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.4 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، لترتفع بنسبة 11.2% على أساس سنوي، مع نمو بنسبة 25% في الصادرات غير النفطية. كما شهدت الدولة تدفقات استثمارية قوية إلى الداخل والخارج لتؤكد دورها البارز في الاستثمار العالمي، حيث جذبت في عام 2023 ما يقرب من 31 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج 22 مليار دولار. وعلى مستوى السياحة، حافظت الإمارات على تصنيفها ضمن أفضل 10 وجهات سياحية على مستوى العالم، حيث تستقطب أكثر من 12 مليون زائر سنوياً. نهاية نشرة أخبار العالم، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائبا يهنئون رئيس نيبال بذكرى يوم الدستور. مقتل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت، والأمم المتحدة تحذر من الخطر المحدق بلبنان. ختام نشرة أخبار العالم، كنا معكم من مركز الاتحاد للأخبار، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار العالم، ونستعرض الآن آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية والمستجدات الميدانية والدبلوماسية. أكد الرئيس الأوكراني أنه لم يحصل بعد على ضوء أخضر من واشنطن ولندن لاستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا خشية تصعيد الوضع. وقال فلاديمير زيلينسكي أن أمريكا والمملكة المتحدة لم تمنحا الإذن لبلاده لاستخدام هذه الأسلحة على الأراضي الروسية، وبالتالي لن تقدم كييف على ذلك، معربا عن اعتقاده بأنهما تخشيان التصعيد. ووقع زيلينسكي مشروع قانون مرره البرلمان يقضي بزيادة مخصصات الجيش ودعمه في خوض القتال ضد الهجوم الروسي، ويزيد القانون الجديد الإنفاق العسكري بواقع 12 مليار دولار، وسيتم تمويل هذه الزيادة بقروض وضرائب وزيادة في الرسوم على التبغ والوقود. ميدانيا وفي جنوب أوكرانيا، أدت ضربات صاروخية روسية متجددة على مدينة كريفيريا الليلة الماضية إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل، وأوضح حاكم المدينة أن ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح متوسطة، وأن مبنيين دمرا وتضرر 20 مبنى آخر، وأكد استمرار البحث عن ناجين. هذا وقال رئيس بلدية خاركيف إن القوات الروسية نفذت 3 ضربات أمس على المدينة، وأضاف أن الضربات استهدفت 3 مناطق وأدت إلى إصابة 14 شخصا بينهم 3 أطفال، وأن 8 أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى. وأسقطت روسيا عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق أراضيها خلال الليل من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وتفصيلا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 53 منها فوق منطقة بريانسك، وسقطت 18 مسيرة فوق مدينة كراسنودار، وتم إجلاء السكان لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. إلى السباق الانتخابي الأمريكي، حيث قالت كاملا هاريس المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة إنها ستسعى لإجراء مناظرة ثانية مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب. وجاءت تصريحات هاريس أمام تجمع حاشد لنحو 600 شخص في مركز كوب إنرجي للفنون المسرحية في ولاية جورجيا، علما أن مناظرة وحيدة جمعت بين المرشحين يوم 10 من شهر سبتمبر الجاري. هذا وأنفقت حملة هاريس الانتخابية ما يقرب من 3 أضعاف ما أنفقته حملة منافسها دونالد ترامب في شهر أغسطس، وتدخل الحملتان المرحلة النهائية من السباق الذي يشهد تنافسا شديدا للغاية قبل الانتخابات المقررة في 5 من نوفمبر القادم. وفي وقت سابق كشفت هاريس للجنة الانتخابية الاتحادية عن إنفاق قدره 174 مليون دولار الشهر الماضي، وأعلنت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب بشكل منفصل عن إنفاق 61 مليون دولار. نبقى في الولايات المتحدة، فقد كشف جهاز الخدمة السرية الأمريكي تفاصيل عن الثغرات في الاتصالات بشأن محاولة اغتيال المرشح الرئاسي دونالد ترامب. وقال القائم بأعمال مدير جهاز الخدمة السرية إن المراجعة حددت بعض أوجه القصور، بينما كان بعض أعضاء الفريق المتقدم مجتهدين للغاية، وكان هناك تهاون من جانب آخرين ما أدى إلى انتهاك البروتوكولات الأمنية، مضيفا أن عملية المراجعة تنتقل إلى مرحلة المساءلة.
وإلى أخبار الطقس، حيث فقد 3 أشخاص على الأقل بعد هطول أمطار غير مسبوقة في محافظة إيشيكاوا، والتي ضربها زلزال بقوة 7.6 على مقياس ريختر مطلع العام الجاري، ما دفع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى إصدار تحذير طارئ من هطول أمطار غزيرة في المنطقة. وسجلت منطقة واجيما صباح اليوم هطول أكثر من 120 ملمترا من الأمطار في الساعة، وقالت السلطات المحلية إن 3 أشخاص فقدوا بعد أن جرفتهم الأنهار. وفي الأخبار الاقتصادية، تضاعف عدد التراخيص التجارية في الإمارات منذ إصدار قانون الشركات الجديد، ووصل إلى مستوى قياسي بحسب وزارة الاقتصاد. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. مليون ترخيص تجاري هو المستوى القياسي الذي وصلت إليه عدد التراخيص التجارية في الدولة، وبحسب وزير الاقتصاد الإماراتي معالي عبد الله بن طوق المري، فقد عملت الجهود الوطنية بصورة متواصلة على تنويع الاقتصاد الوطني ودعم التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، ليستحوذ اليوم القطاع غير النفطي للدولة على نحو 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجسد حجم التقدم في مسار التنوع الاقتصادي. وقال بن طوق على هامش منتدى الشارقة للاستثمار إن متوسط معدل نمو الاقتصاد الإماراتي بلغ 5%، كما نما أيضا بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا بنسبة 4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من هذا العام. تأتي هذه النتيجة بعد معدلات نمو ملحوظة بلغت 6.2% في عام 2023 و 7.1% في عام 2022 و6.5% في عام 2021. وتواصل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تسجيل إنجازات جديدة عاما بعد عام، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.4 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، لترتفع بنسبة 11.2% على أساس سنوي، مع نمو بنسبة 25% في الصادرات غير النفطية. كما شهدت الدولة تدفقات استثمارية قوية إلى الداخل والخارج لتؤكد دورها البارز في الاستثمار العالمي، حيث جذبت في عام 2023 ما يقرب من 31 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج 22 مليار دولار. وعلى مستوى السياحة، حافظت الإمارات على تصنيفها ضمن أفضل 10 وجهات سياحية على مستوى العالم، حيث تستقطب أكثر من 12 مليون زائر سنوياً. نهاية نشرة أخبار العالم، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيبال بذكرى يوم الدستور. مقتل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على ضاحية الجنوبية في بيروت، والأمم المتحدة تحذر من الخطر المحدق بلبنان. ختام نشرة أخبار العالم، كنا معكم من مركز الاتحاد للأخبار، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.